السلام عليكم ورحمة الله. في تهامة وتعز وحجة ومؤخرا في العدين في محافظة إب ومناطق أخرى، يموت الأطفال بسبب الأوضاع الصحية والمعيشية المتدهورة بسبب ظروف الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد الدولة منذ سبتمبر عام 2014. مؤخرا منعت الميليشيا للمرة الثانية إفراغ معونات طبية للأطفال في مطار صنعاء الأسبوع الماضي، ومنذ شهور لا تزال عشرات السفن محملة بمواد غاثية وطبية ومشتقات نفطية راسية في ميناءي الحديدة والصليف. تمنع الميليشيا توزيع محتوياتها الإغاثية والاستهلاكية، وتحرم مئات الآلاف من المحتاجين من الاستفادة منها. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تعدى الحرمان إلى القيام بتوزيعها على الموالين لها أو بيعها في السوق السوداء عبر مشرفيها في المحافظات التي تسيطر عليها. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش مع معنيين ومختصين طبيعة التحديات والعراقيل التي تحول دون وصول المساعدات لمستحقيها، وكذا أشكال النهب والسطو الذي تمارسه الميليشيا. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة عبر السكايب من الرياض، والوكيل المساعد بوزارة الصحة دكتور عبد الرقيب الحيدري، عبر الهاتف أيضا معنا طارق سرور الناشط السياسي، وكذلك من تعز ستكون معنا عضو ائتلاف الإغاثة الأخت حياة الذبحاني. أرحب بضيوف الكرام، وقبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدا هذه الحلقه مع الدكتور عبد الرقيب فتح الوكيل المساعد بوزاره الصحه. مساء الخير دكتور عبد الرقيب. عبد الرقيب الحيدري، يعني مساء الخير دكتور عبد الرقيب. مساء النور، حياكم الله واهلا وسهلا بقناه بلقيس ومشاهديك الكرام. اهلا ومرحبا بك دكتور، اتمنى انك ترفع الصوت قليلا. في البدايه ضعنا بصوره تقييمكم للعمل الاغاثي والانساني في اليمن خلال الفتره التي بدات فيها الأزمة في اليمن، ربما عامان منذ انطلاق الحرب التي تقوده ميليشيا الحوثي والمخلوع على البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن حجم الإغاثة المقدم إلى الشعب اليمني قليل جدا بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بشعبنا جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. حجم الإغاثة ما قدم حجم كبير، لكنه لا يتناسب مع كما قلنا مع حجم الضرر الذي وقع. لم المركز الملك سلمان يتصدر حجم الإغاثة التي وصلت إلى اليمن، أضف إلى ذلك أشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي الذين كان لهم السبق والريادة في مجال الإغاثة، وأيضا المنظمات الدولية التي أسهمت في إغاثة الشعب معظمها تلقت الدعم من مركز الملك سلمان، وهناك منظمات رائدة وقدمت كثير من الجانب الإغاثي لليمن. نعم. طيب دكتور عبد الرقيب، ربما أنت في الملف الإغاثي كنت عضو لجنة الإغاثة وكنت مطلع بصورة أدق على تفاصيل ما يدور وما يحدث وما يصل من معونات إغاثية. رغم حجم المعونات الكبيرة التي يعلن عنها بأنها مقدمة لليمن، لكن لا تصل للمعنيين، أو بمعنى آخر لا تصل للمحتاجين، وعلى وجه الخصوص في المناطق المحررة التي تخضع للشرعية. هناك تحديات كثيرة تواجه لجنة الإغاثة خلال الفترات السابقة وبداية تحرر أماكن التحرر المحافظات. كان استتباب الأمن وأيضا العاملين في القطاع الإغاثي والمنظمات الإنسانية، كان الكثير منهم قد فروا من هذه المحافظات. أضف إلى ذلك أنه كان الوصول إلى هذه الأماكن غاية في الصعوبة. هناك أيضا تقطعات لأعمال الإغاثة، هناك أعمال سلب، هناك كثير من الإغاثة أيضا في المناطق الغير محررة يتم التقطع عليها وتأخذها من ميليشيات الحوثي وتبيعها وتأخذها مجهود حربي أو توزعها على القريبين من هذه الجماعة.
نعم أو الإجراءات، أنصارهم. نعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية وأيضا لينة الإغاثة أمام هذه الممارسات التي تقوم بها الميليشيا، كما تتحدث بأنها تبيعها في السوق السوداء أو توزعها لمن هم موالين لها. لجنة الإغاثة كان لها شركاء فاعلين حقيقيين من منظمات محلية أو منظمات دولية، أسهمت مع ذلك مع قيادة السلطات المحلية في المحافظات المحررة، واستطاعت أن توزع كثير من الدعم الإغاثي الذي قدم من مركز الملك سلمان. هناك أيضا منظمات كان لها سبق وتواصل مع مركز الملك سلمان وتم التعاطي معها وأيضا باشرت عملها. أما بالنسبة للمناطق المحررة، هناك الكثير من الإغاثات، يعني ربما سمعتم أنتم حجم السفن التي الآن تتواجد في ميناء الحديدة، عشرات السفن محملة، ليست فقط إغاثة، أيضا هناك أيضا احتياجات لتجار وكذا، لكنها تمنع وصول هذه الإغاثة للشعب لخلق مزيد من العناء، وأيضا استخدام هذه كورقة أمام المنظمات الدولية وأمام العالم نعم لكي تمارس بعض المحاصصة السياسية أو تحقيق مآرب من معاناة الشعب. هل تم رفع تقارير بهذه الممارسات التي تقوم بها الميليشيا وتمنع الدخول للمساعدات الإغاثية والتحفظ عليها، كما يعني ذكرت الآن عشرات السفن، وتحدث أيضا وزير الإدارة المحلي رئيس لجنة الإغاثة ما يقارب 500,000 طن من المواد الإغاثية والطبية وأيضا تابعة لتجار محتجزة في الموانئ في الصريف والحديدة. نعم، لا شك أن رئيس لجنة الإغاثة ولجنة الإغاثة، أضف إلى ذلك الحكومة خاطبت الأمم المتحدة، التقت بالعديد من السفراء وطرحت عليهم تضييق الخناق على الشعب، ولا بد للأمم المتحدة أن تساهم في رفع المعاناة. أي تحقق كان تطرحه بعض المنظمات والسفارات نتيجة تتحقق أن هناك حصار، ولكن كنا نطرح عليهم أن هناك الكثير من السفن وهناك الكثير من الطائرات رفضت الميليشيات وصولها، كانت تحمل الكثير من المساعدات الغذائية والطبية. هذه الميليشيات خلال 2 عام، لا يخفى على أحد من شعبنا أن هذه الميليشيات تمارس مشروع الموت للجميع، تحاول قدر الإمكان أن تفرض الكثير من الحصار. اليوم أصبح شعب، كنا نتحدث عن نسب عن 40% إلى 60% إلى 70% من شعبنا يحتاج إغاثة. اليوم بعد أن قطعت رواتب موظفي أجهزة الدولة، صار شعبنا بأكمله يحتاج إلى إغاثة نعم عاجلة عاجلة. نعم طيب دكتور عبد الرقيب، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الناشط السياسي الأستاذ طارق سرور. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا أخي الكريم، والتحية لك ولضيوفك الكرام ولكافة مشاهدي قناة بلقيس. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. الميليشيا تقول بأن السبب الرئيسي بعدم وصول المعونات الإغاثية أو الطبية أو احتياجات المواطنين في الداخل هو التحالف العربي والحصار الذي تفرضه على اليمن. كيف تقرأ أنت هذه التصريحات التي تقوم بها الميليشيا وترجع كل المشاكل وتحمله التحالف العربي والحكومة الشرعية؟ طبعا الكلام هذا كلام غير صحيح ومردود عليه. معروف بأن التحالف العربي هو يفرض حصار على أسلحة وما شابهها فقط، ومع ذلك تمر إلى الآن تمر وتصل إلى هذه الميليشيات أسلحة. وأقول أخي الكريم، وتدخل يوميا كثير من البواخر التجارية إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف. هذا كلام مردود عليه. هذه الميليشيات تمارس الموت على الجميع، تمارس سياسة حرق الأرض والنسل. هذه الميليشيات تريد أن تصل هذه المساعدات لها فقط حتى تعمل على وصولها. فهي تعمل بكل جهد أن تصل هذه الميليشيات لها لكي يستفيدوا منها في المجهود الحربي ويتم بيعها في السوق السوداء وتجار لمصالحهم. نعم أستاذ طارق، مصلحة الميليشيا والانقلابيين في منع المعونات على المواطنين وعلى المحتاجين، ما هي المصلحة في ذلك؟ هم يقولون بأن السبب هو التحالف والحصار الذي يفرض، إذن ما دعي بأن يمنعوا هذه المعونات واحتجاز هذه السفن من وصولها إلى المواطنين؟ أخي الكريم وللمشاهد، هم لا يمنعون فقط، هم يريدون أن يضمنوا أن تصل هذه المساعدات لهم.
وهذا ما تم في المساعدات السابقة. جميع المساعدات والمعونات التي وصلت كانوا يستفيدوا منها ويوصلونها إلى الموالين لهم أو يبيعونها في السوق السوداء وتسير لصالح المجهود الحربي. فهم يريدون أيضا أن يضغطوا على المواطن بشكل كبير ويحملوا التحالف والشرعية هذا الوضع نتيجة فشلهم في إدارة الدولة، نتيجة فشلهم في الاستفادة من موارد الدولة ونهبها بشكل عام. فمعروف أن الحديدة والاتهامة من أكبر الأقاليم إرادا للجمهورية، سواء من حيث الموارد الميناء أو الموارد الزراعية أو موارد الميناء الاصطياد أو الضرائب أو الجمارك، وهم يستفيدون منها بالمليارات. ومع ذلك للأسف الشديد عانينا خلال ما يقارب سنتين حكمهم من الوصول إلى المجاعة، ونحن فعلا في مجاعة حقيقية لا مجازا. هذه المجاعة هي سبب هذه الممارسات السيئة من قبل هذه الميليشيات، وقد وصلت هذه المجاعة الآن على مشارف إقليم الجند في منطقة العدين، ووصلت إلى وصاب، ووصلت أصل إلى حجة. وإن لم نتحمل مسؤوليتنا بشكل كامل، سواء الشرعية أو مركز الملك سلمان أو المنظمات الدولية الإغاثية وبرنامج الغذاء العالمي، ستعم المجاعة معظم عموم اليمن أو كافة المناطق التي تحتلها هذه الميليشيات. نعم. يجب علينا فعلا أن نبذل كل جهودنا. نحن نشكر جهود المركز الملك سلمان ونحيي لجنة الإغاثة، لكن نقول ليس هذا كافي. يجب عليهم أن يتحملوا الضغوط بشكل أكبر. نعم. أستاذ طارق. نعم. جوعاً لديك هذه الممارسات. نعم. طيب ستار، تكرم البقاء معي، ربما هناك مشكلة في الصوت، نعود بك الاتصال مجددا. وأعود للأستاذ، عفوا، للدكتور عبد الرقيب الحيدري. دكتور عبد الرقيب، إذا كما تحدث الأستاذ طارق سرور بأن الميليشيا ربما تحول كل المعونات التي تصل للمحتاجين وتحاول بيعها في السوق السوداء أو توزيعها على المشرفين التابعين لها في هذه المحافظات، كيف يمكن لكم أنتم كجهات معنية وللحكومة وأيضا المنظمات المعنية بهذا الشأن وعلى وجه التحديد مركز الملك سلمان في خلق يعني إطار معين، طريقة معينة لإيصالها للناس بعيدا عن تسلط الميليشيا وتصرفها بهذه المعونات التي تدخل إلى المحافظات التي تسيطر عليها؟ أبو زار، لجنة الإغاثة مع مركز الملك سلمان كانت هناك تحديات في السابق أكبر، وكان تجديد الخناق أكثر. حاول مركز الملك سلمان في عبر تجار التأمين السلال الغذائية، وتم شراءها من الداخل وإيصالها إلى المستحقين. هناك أيضا مستلزمات طبية وإغاثية تم شراءها من الداخل عبر شركات وأشخاص، وتم إيصالها بعد ذلك، تم الدفع لهم وبضماناتهم. أيضا وجود المنظمات الدولية في مركز الملك سلمان الكبرى، والتي ضمنت على إيصال المعونات إلى مستحقيها، وتم أيضا إشراكهم، وتم توزيع بعض الإغاثة عن طريق المنظمات الدولية. هناك أيضا استطاع لجنة الإغاثة أن تمرر عبر السلطة المحلية، عبر أناس وطنيين، وحاولت قدر الإمكان أن تصل، ولكن على في المقابل هناك أيضا سيطرة الميليشيات على كثير من الإغاثة، خاصة الإغاثة التي كانت حتى عبر الأمم المتحدة التي كانت في طريقه إلى تعز وتم منعها وتم أخذها. هناك كثير من الإغاثة التي كانت في طريقها إلى صنعاء، إلى الحديدة، تم السطو عليها. كثير من السفن أيضا تم السطو عليها وكانت مواد إغاثية، وتم توزيعها وبيعها سواء على المناصريهم أو استحواذ عليها والبيعها بحجة مجهود حربي. أيضا لا يخفى على أحد حجم الإغاثة التي وصلت إلى صعدة، عندما قام المركز الملك سلمان وأطلق حملة إغاثة إلى صعدة، وتم وصولها إلى صعدة وتحت إشرافهم وتوزيعها على مرأى ومسمع الجميع. أيضا الإغاثة هذا واجب إنساني. نحن في وزارة الصحة تعاملنا مع المناطق المحررة والمناطق الغير محررة بالسواء،
اعتبرنا ان ليس لنا ميول سياسي في الجانب، اعتبرنا ان خصمنا هي الاصابه وصديقنا هو المصاب، وعدونا هو المرض وصديقنا هو المريض. حاولنا ان نتواصل وتواصلنا مع وقدموا لنا الكثير من البرامج وتم ارسالها، وتم ايضا اليوم حملات التحصين مثلا في اليمن، وقام بها مركز الملك سلمان مشكورا بدعم من المركز. اليوم كثير من الإغاثة الطبية في اليمن يقدمها مركز الملك سلمان ودول مجلس التعاون الخليجي. نعم، طيب استاذ دكتور عبد الرقيب تكرم بالبقاء معنا، نذهب الان لمتابعه بعض التصريحات واحتياجية الناس وارائهم على المساعدات التي تصل ولمن تصل. نتابع هذه التصريحات عن التحديات والعراقيل التي تحول دون وصول المعونات الانسانيه والاغاثيه للمستحقين في الداخل، نتابعها ومن ثم نكمل هذا النقاش. سيطرة الحوثيين على تلك المناطق التي تحتاج إلى مساعدات وبها مجاعة، حيث إن القائمين على الإغاثات الإنسانية يجدون صعوبات وعراقيل بسبب تعامل الحوثيين معهم ومنع بعضهم، وشرط أن يتم توزيعها عن طريقتهم، وهذا أكبر عائق أمام المساعدات الإنسانية وخصوصا بالحديدة. وأيضا من المسلحين في الطرقات المنتشرين على طول الوقت ونقاط التفتيش التي تعرقل وصول تلك المساعدات. وأعتقد توقف معظم الجمعيات الخيرية التي توقفت بسبب الحرب. والحوثيين هم أكبر عائق أمام مساعدات الإنسانية. تشكو معظم المنظمات والمؤسسات من تعامل الحوثيين معهم واحتجازهم، لا تسمح بتوزيع المعونات إلا عن طريقهم وعلى كيفهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذن لكم مجددا. إذا ربما هذه الآراء تحمل الميليشيا بأن السبب الأول والأخير في عدم وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين هي الميليشيا التي تقوم بمنعها أو التحفظ عليها أو تسليمها لمن تريد، بعيدا عن المستحقين الذي من المفترض أن تصل هذه المعونات الإغاثية إليهم. أعود للأستاذ طارق سرور عبر الهاتف. أستاذ طارق، لو أخذنا نموذج عن ما يدور في الحديدة، ربما الحديدة هي الخط الشريان الأول للمعونات الإغاثية التي تصل من مختلف أنحاء العالم وتمر عن طريق الحديدة، لكن الحديدة بصورة خاصة تعاني من نقص كبير في المواد الإغاثية في المواد الصحية، وربما كانت التحيتة خير مثال عما هو حاصل في الحديدة. لماذا الحديدة عبارة عن محطة عبور ولا يصلها أي معونات إغاثية؟ الحديدة محطة عبور، هذه سياسة ممنهجة لهذه الميليشيا داخل في زيادة بالإمعان في إدلال أبناء تهامة وتشجيعهم والوصول بهم إلى هذه الحالة، وهو عقاب لهم من البداية كونهم رفضوا تواجد هذه الميليشيات، وكون الحديدة ومعظم مديرياتها لا تلحق حاضنة شعبية لهذه الميليشيات، فهم يعاقبونهم عقابا جماعيا. نعم، إلى متى سيستمر هذا العقاب بسطارق، وما هي الآليات التي ممكن ربما تسهم بشكل أو بآخر في إيصال ولو الجزء اليسير من هذه المعونات للمستحقين في الحديدة؟ نعم أخي الكريم، يجب فك هذا الحصار، أهل الدنيا مثل ما ذكرت سابقا أن يتحمل مسؤولية الأدبية والأخلاقية في إيصال هذه المساعدات لأهلنا وإخواننا في تهامة، كونهم يعانون من مجاعة حقيقية بسبب الممارسات السيئة والدنيئة لهذه الميليشيات. فيجب علينا جميعا كحكومة شرعية كلجنة الإغاثة العليا وزير الإدارة المحلية مركز الملك سلمان برنامج الغذاء العالمي المنظمات الدولية الأمم المتحدة أن تعمل بكل ما أوتيت من قوة، وهي تستطيع إذا أرادت أن تفك هذا الحصار وتعمل على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها. هناك جهود مشكورة من كل من ذكرت سابقا، لكني أقول لا تكفي، يجب بذل الجهود بشكل أكبر أمام هذه المجاعة. يعني يجب أن لا نقف أمام أن تتحكم بنا ميليشيات خارجة عن القانون. يجب أن تصل هذه المساعدات ويكون هناك برنامج إعلامي قوي يفضح معاصرة هذه الميليشيات ويفتح ناب هذه الميليشيات ويجبرها على أن تلغي هذا التصرف. المنظمات الدولية والمنظمات المانحة بالإضافة بالشراكة مع المبادرات المحلية يجب أن تتحمل جهدها الأكبر، وفي مقدمة لجنة الإغاثة العليا
يعملوا مؤتمرات صحفية، يعملوا مؤتمرات دولية، يخرجوا الأمر الواقع، يوصلوا هذه المساعدات ويجعلها أمام تغطية إعلامية كبرى حتى تمتنع هذه المشكلات. نعم. استطاعتنا إذا ما كانت مجدقية كبرى من قبل كل المنظمات أن تصل هذه المساعدات إلى أهل الأخوان في تهامة، وهذا ما نبدوه بالتعاون مع السلطة المحلية سواء الذي هنا أو مثل ما ذكر مع كل المنظمات السابقة المذكورة. نعم. سابقا. طيب أستاذ طارق، نشرك معنا في الحديث من محافظة تعز الأستاذة حياة الدبحاني. مرحبا أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا ومرحبا بك أستاذة حياة، أنت عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز. الصورة الأوضح للمعاناة وأيضا للمواد الإغاثية والمعونات التي تصل محافظة تعز، ضعينا بصورة مفصلة في هذا الجانب. نعم، في حقيقة الأمر مدينة تعز التي تحاصر منذ ما يزيد عن السنة والنصف لم تصلها أي من المساعدات الإغاثية أو الطبية أو الدوائية، إلا فقط من مركز الملك سلمان، وهي كمية لا تفي باحتياجات السكان هنا في مدينة تعز. هذه المدينة التي يرزح أهلها تحت وطأة قبائل ميليشيا صالح والحوثي وتحت الحصار المطبق، أضف إلى ذلك الأمراض التي انتشرت مثل أمراض حمى الضنك والكوليرا وكثير من الأمراض التي انتشرت بسبب تكدس النفايات في الشارع. نحن نتساءل دائما وباستمرار، أين هي منظمات الإغاثة العالمية وأين منظمات الصحة العالمية وأين من يعنون بحق الإنسان، بحق الإنسان في الحياة، في الطعام، في الحصول على قطرة مياه نظيفة. هذه المدينة تفتقر إلى أن يشرب مواطنيها وسكان هذه المدينة شربة ماء نقية نظيفة. الوضع في مدينة تعز مأساوي للغاية وكارثي للغاية، أكثر من 60% من سكان هذه المدينة لا يتعرضون سوى وجبة واحدة في اليوم. إضافة كذلك إلى الوضع المزري بسبب انقطاع المعاشات والرواتب وتوقف الأعمال في هذه المدينة. نعم. طيب أستاذة حياة، نعم، صالح والحوثي لم تسمح لأي من القوافل الإغاثية أن تأتي إلى مدينة تعز أو أن تدخل عبر، نعم، المناطق التي تسيطر عليها هذه المدينة. طيب أستاذة حياة، إذا الكثير يتحدث بأن تصل إلى تعز معونات إغاثية كبيرة، ممثلة باللجنة العليا للإغاثة، ممثلة المركز الملك سلمان، ممثلة جمعية قطر، الهلال الأحمر الإماراتي من الكويت، الكثير يتحدث بأن هناك معونات كبيرة تصل إلى تعز، إذا كانت هذه يعني المعونات التي يتم التصريح عنها ويتحدث عنها في وسائل الإعلام لا تصل، إذن ما جدوى إذن التحدث والحديث بهذه الصورة الكبيرة بأن تعز دائما يولها جل اهتمامهم، وكما تتحدثين لا تصل أي معونات إلا ما ندر من مركز الملك سلمان، لماذا؟ نعم، تمارس كل ميليشيا صالح والحوثي تمارس كل أنواع التجويع والتركيع لسكان هذه المدينة بخط أحمر نحن نعتبره من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن يعنى بحقوق الإنسان. الإنسان في تعز هنا يموت، ما يحدث في تعز هي جرائم حرب ضد الإنسانية. نحن نعلم بأن كل دكاتير وقوانين العالم تسمح للمواد الإغاثية والطبية والدوائية بالدخول إلى مناطق ما يسمى بالنزاع، لكن إلى مدينة تعز لم تصل أي من هذه المواد الإغاثية، إلا كما ذكرت مسبقا بعض الإغاثات التي تصلنا من مركز الملك سلمان، ويشكرون على هذه المبادرة واللفتة الطيبة، وهي كذلك لا تفي باحتياجات السكان في مدينة تعز. أضف إلى بعض الجمعيات التي حاولت أن تخفف من وطأة الجوع هنا في مدينة تعز كدولة قطر الشقيقة ودولة الكويت بتنفيذ بعض السلات الغذائية، والتي هي كذلك لا ترقى إلى مستوى أن تقوم بتغطية كافة السكان هنا في مدينة تعز. بعض الأحياء السكنية الآن أهلها محاصرين، لا يستطيعون حتى أن يخرجوا من البيوت لكي يأتوا بالطعام أو الشراب أو احتياجات، نعم، الحياة اليومية. لا يوجد إغاثات دخلت إلى مدينة تعز منذ أن كسر الحصار عن الجهة الغربية. نحن كنا نتفاعل بكسر الحصار من المنفذ الغربي بأن القوافل ستتحرك إلى هذه المدينة، بأن الإغاثات ستصل إلى مدينة تعز، ولكن في حقيقة الأمر لم تصل أي من هذه الإغاثات. وأن ما هي الأسباب؟ نعم أستاذة حياة، برأيك وصول للإغاثات، نعم، هو يعني في حقيقة الأمر ضرب من الوهم والخيال. لماذا ضرب من الوهم والخيال؟ هل يعني هناك مثلا معونات
يتم التحفظ عليها أو اللعب بها أو بيعها وعدم إيصالها إلى محافظة تعز، خاصة بعدما تم فتح المنفذ الغربي للمدينة وفك الحصار جزئيا على الأقل؟ نحن في حقيقة الأمر نسمع جاجعة ولا نرى طحينا، نسمع بأن هناك قوافل إغاثية ستتحرك إلى مدينة تعز، وكما ذكرت مسبقا لم تصل أي من هذه القوافل الغذائية إلى مدينة تعز إلا ما ذكرت مسبقا. الوضع هنا في مدينة تعز مأساوي للغاية، ونحن من هنا من عبركم من عبر قناة بلقيس نناشد رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الإدارة المحلية ومن هم معنيين بالمواطنين هنا في من سكان مدينة تعز بأن يتحركوا لإنقاذ الآلاف هنا من سكان هذه المدينة الذين يذبحون تحت وطأة الجوع والفقر. الفقر هنا أصبح مدقعا، الأهالي لا يمتلكون أي من مقومات الحياة، كثير من الأسر تشردت وضربت منازلهم وفجرت ولا وانتهت تجارتهم، ولم يستطيعوا أن يوفروا ما يلائم حتى 200 ريال لكي يوفروا بها أقراص الخبز أو العيش. نعم. طيب أستاذة حياتي أن ميليشيا صالح والحوثي هي السبب الأول لما يحدث هنا في مدينة تعز، وهناك خذلان من بعض المعنيين بشأن مدينة تعز، إن الإغاثات لا تصل إلى هذه المدينة، كنوع كذلك من ممارسة الضغط على هذه المدينة، على كذلك المقاومة الشعبية على السكان هنا في مدينة تعز. كثير من هم يعيشون الآن في خطوط ضرب النار، لم تصلهم أي من هذه المواد الإغاثية. نعم. طيب أستاذة حياة، المنظمات الدولية أستاذة حياة نعم المنظمات الدولية كالصليب الأحمر، اليونيسف وغيرها من المنظمات التي تهتم بهذا الجانب، هل لها أي أدوار تشتغل في تعز؟ هل لها أي معونات تصل؟ ضعينا بصورة هذه المنظمات الدولية تحدث. نعم، سقطت أقنعة كل من هذه المنظمات التي تدعي أنها تقوم بتنفيذ أي من الأنشطة الإنسانية في مدينة تعز. منظمة اليونيسف التي ناشدناها مرارا وتكرارا بالالتفات إلى الأطفال الصغار الجرحى وأخذهم ومداواتهم ومعالجاتهم لم يلتفتوا إلينا، كذلك منظمات الصليب الأحمر ناشدناهم مرارا وتكرارا إلى تشغيل مركز الأطراف في مدينة تعز ولكنهم لم يلقوا إلينا بالا. هذه المنظمات أستاذ سقطت أقنعتها هنا في مدينة تعز وسقطت شعاراتهم الزائفة التي تعنى بالإنسان في مدينة تعز، وكما ذكرت مسبقا بأنهم لم يقوموا بتنفيذ أي من الأنشطة الإنسانية هنا في مدينة تعز، ليس فقط في مدينة تعز، نحن منعنا كذلك من بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية من بعض المحافظات التي كانت تسير إغاثات إلى مدينة تعز، قامت ميليشيا صالح والحوثي بمصادرة هذه الإغاثات الإنسانية والعبث بها وبيعها لتجار السوق السوداء ومنع هذه المساعدات الإغاثية من الوصول إلى مدينة تعز. نعم. نتذكر قبل سنة بالتحديد عندما دخل الوفد الأممي إلى مدينة تعز لكي يسمحوا لبعض المعونات بالدخول إلى مدينة تعز، وبمجرد أن خرج هذا الوفد من مدينة تعز أغلقت ميليشيا صالح والحوثي تلك المنافذ ومنع القوافل من التحرك إلى مدينة تعز، وعبث بتلك المواد الإغاثية والطبية وبيعت لتجار السوق السوداء ولم يدخل أي منها إلى مدينة تعز. نعم. طيب أستاذة حياة ابقي معي وأعود للدكتور عبد الرقيب الحيدري عبر السكايب من الرياض. دكتور عبد الرقيب أعود لك مجددا، هناك كما تحدثت وتحدث رئيس لجنة الإغاثة الدكتور عبد الرقيب فتح بأن عشرات السفن ما يقارب 500 ألف طن من هذه المواد لا زالت محتجزة في ميناء الحديدة والصليف، لماذا يعني هذه السفن ما تتجه إلى ميناء المكلا أو ميناء عدن وتوزع للمواطنين في الداخل؟ طبعا كلامك صحيح، وكان وسمعت الأخ عبد الرقيب فتح يطالب القائمين لجنة الإغاثة مركز الملك سلمان وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي، كنا في لقاء الأسبوع الماضي في مركز الملك سلمان، وكان يطلب فعلا أن تتحرك هذه السفن من الحديدة والصليف إلى عدن، وسيتم أيضا إغاثة أيضا المناطق الغير محررة من عن طريق تعز، عن طريق الضالع، عن طريق كذا وعد به، لكن يبدو أن الأمم المتحدة هي التي لا زالت تحاور الانقلابيين وتتعهد بإدخالها، وهو مزيد من إطالة أمد المعاناة، وهذا يعود على المنظمات الدولية
التي لا زالت متمسكه بان هذه المواد الاغاثيه لابد ان تدخل ميناء الحديده ولابد ان تصل الى الاماكن المستحقه. نعم. وكلنا نعلم ان بعض المنظمات المتحده خرجت عن اطار العمل الاغاثي وتعمل لحسابات سياسيه واقليميه ودوليه. نعم. وهذا الذي اضعف هذه المنظمات. افهم من كلامك ان هناك الان دكتور عبد الرقيب منظمات يعني تتعامل بصوره مباشره مع الميليشيا بعيدا عن الحكومه الشرعيه فيما يخص هذه المعونات التي تصل عن طريقهم. نعم، إذا كان رئيس لجنة الإغاثة والحكومة طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة نقل مكاتب المنظمات الدولية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لا زال كثير من المنظمات الدولية تعتذر وتحاور بحجج واهية وغير صحيحة. نعم. ولذلك هذا الذي يجعل طبيعة أداء المنظمات الدولية يثير الشك. نعم. طيب دكتور عبد الرقيب اسمح لي وايضا الاستاذه حياه والاستاذ طارق سرو، سنذهب الان نتابع هذه الماده المعلوماتيه التي تلخص عن المعونات الاغاثيه التي وصلت الى اليمن والى من الذي يحتجزها، كم عددها، في اطار هذا التقرير الذي عده الزميل وديع عطا، نتابعه ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدينا الكرام في محورنا الأخير. أعود للأستاذ طارق سرور. أستاذ طارق، إذن الدكتور عبد الرقيب يقول بأن هناك بعض المنظمات للأسف العالمية والمعنية في الجانب الإغاثي تتواصل بصورة مباشرة مع الميليشيا وتتحفظ عن نقل هذه المساعدات التي ظلت لأشهر في ميناء الصليف والحديدة إلى ميناء عدن أو المكلا وتوزع عن طريق الحكومة الشرعية وتصل حتى في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا. الحديدة واحدة من هذه المحافظات وهي أكثر تضرراً. إذا ما السبيل، ما الوسائل التي من وجهة نظرك لو تم اتخاذها من قبل الحكومة الشرعية من قبل المعنيين سيتم على ضوءها إيصال ونوع من هذه المعونات للمحتاجين والمتضررين في الحديدة وغيرها؟ أخي الكريم، أنا أقترح أن يكون هناك بذل جهود بصورة أكثر. العمل أن تعمل الحكومة الشرعية لجنة الإغاثة على تكوين ائتلاف دولي إنساني يضم برنامج الغذاء وضم منظمة اليونيسف وضم منظمات التابعة للأمم المتحدة وضم منظمات إغاثية دولية وجهات إعلامية متعددة، يكون ائتلاف دولي إنساني يحاول أن يقرب بالقوة أن تصل هذه المساعدات إلى أهلنا وإخواننا في المناطق المحتله من قبل هذه الميليشيات. اعتقد بتكرار بعمل هذا الجهد بتكوين هذا الائتلاف بفضح ممارسات الميليشيات
بمحاولة أن يكون ميدانياً من قبل هذه المنظمات لتنسيق انتهاكات هذه الميليشيات لهذه المواد. سنعمل أو سنستطيع أن نوصل هذه المساعدات إلى مستحقيها سواء في كهنة أو في غيرها من المناطق المحتلة. نعم. من قبل هذه الميليشيات. نعم. أما إخواننا في داعش من عدن لا يبعد عنهم 150 كيلو، فمهم جدا أن يكون ائتلاف دولي يعمل أيضا على ترحيل عدد كبير من سكان الرخاخة عبر ميناء عدن لقربها من مدينة داعش. نعم. وإخواننا في داعش. نعم أستاذ طارق، كيف تفسر يعني المنظمات الدولية التي ربما تتعامل مع الميليشيا وتترك الحكومة الشرعية وتتحفظ على هذه المعونات الإغاثية؟ في دقيقة أخيرة لك أخي. أقول هناك قصور أيضا في التواصل مع هذه المنظمات من قبل الشرعية ومن قبل المنظمات التابعة لها، يجب أن يكون تواصل بشكل أكبر، أن يكون تواصل مع المساعدة والتغطية إعلامية، أن يكون هناك إصرار على أن تصل هذه المساعدات إلى أهلها ومستحقيها وبتواجد هذه المنظمات. نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي الأستاذ طارق سرور، كنت معنا من الرياض. وعودة إلى تعز مع الأستاذة حياة الدبحاني عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. أستاذة حياة، الكثير يقول ويتحدث من هم في الداخل بأن المعونات الإغاثية يجدونها في السوق السوداء والأسواق الشعبية تباع، وهناك من يعني الذين خصصت لهم لا تصل إليهم. حقيقة هذا الكلام الذي يتحدث الكثير عنه، هل فعلا هذه المواد تباع في الأسواق ولا تصل إلى المحتاجين؟ نعم، كما ذكرت مسبقا بأن بعض المواد الإغاثية تصل إلى مناسب ميليشيا صالح والحوثي، وتقوم هذه الميليشيا بمصادرة هذه الإغاثات وبيعها لتجار السوق السوداء بأبخس الأثمان، وتباع في الأسواق. هنا تدخل بطريقة ما عن طريق هؤلاء هذه الميليشيا إلى مدينة تعز، وتباع الأسواق في الأسواق يعني بمبلغ كذلك مرتفع، ليس عن إضافة إلى المبلغ الذي كان عليه. ما أريد أن أتحدث هنا عنه بأن ميليشيا صالح والحوثي هي من تجوع الشعب اليمني، هي من تحاصر مدينة تعز، وليس فقط مدينة تعز. نحن أردنا تنفيذ بعض السلال الغذائية في مدينة الحديدة وبالتحديد في جهامة، ومنعنا من مزاولة ممارسة هذه الأنشطة الإغاثية وبالتحديد في منطقة التحيتة. أرادت ميليشيا صالح والحوثي بأن تصادر علينا ثلثي الكمية للمجهود الحربي، ولا يعطى للمواطنين سوى الجزء البسيط من هذه الإغاثات. أردنا كذلك أن ننفذ عبر مؤسسات هناك في مدينة الحديدة، واعتذر لنا الكثيرون بسبب أن ميليشيا صالح والحوثي تقوم باعتقالهم وتمارس عليهم كافة أنواع الضغط والتهديد. أضف إلى ذلك بأنها كذلك يكون لها جزء مقسوم ومطروب بالقوة والإجبار والإكراه أن يأخذوه للمجهود الحربي. نعم. نحن كذلك هنا في مدينة الصلو نتساءل أين المنظمات الإغاثية ومن يدعون ويتشدقون بهذه المسميات الزائفة التي سقطت أقنعتها، أين هم من معاناة أهلنا في الصلو؟ نحن سننفذ الآن مشروع إغاثة للصلو تقريبا خلال الأسبوع هذا القادم بدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية، سنحاول أن نخفف الألم بقدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنا أستغل الفرصة هنا لأناشد كل تجار مدينة تعز وكل من يعنى بمدينة تعز وكل من يحب هذه المحافظة الصامدة قلب اليمن النابض أن ينظر إلى معاناة السكان في هذه المدينة، أن يتخيل بأن سكان هذه المدينة لا يستطيعون توفير وجبة واحدة في اليوم لكي يطعموا صغارهم. نعم. أقول لهم تعز تحتاجكم اللحظة. نحيي كل فاعلي الخير وكل من بادر لتخفيف الجوع والمأساة هنا في مدينة تعز، ونتمنى كذلك من المنظمات أن تلتفت ومن هيئات الإغاثة أن تسير الإغاثات عبر مدينة عدن التربة ثم وصولها من المنفذ الغربي إلى مدينة تعز. شكرا لك الأستاذة حياة الدبحاني عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز. وعودة أخيرة عبر السكايب مع دكتور عبد الرقيب الحيدري. دكتور عبد الرقيب، إذا كان فعلا الميليشيا تبيع هذه المواد الإغاثية التي تصل إلى الداخل عبر مشرفيها وعبر تجار سوق سوداء، لماذا لا يتم توثيقها ويعني بتقارير موثقة ورفعها للمنظمات الإغاثية العالمية التي يعني معنية بهذا الصدد من أي محاسبة الميليشيا وتحميلها المسؤولية؟
أخي الحبيب، هناك الكثير من التوثيق، هناك جرائم وثقت، هناك قرار دولي مجلس الأمن حول هذه الميليشيات، ولكن هناك عجز دولي لإيقاع هذه الميليشيات وردعها. هناك تواطؤ دولي، هناك من يعتبر أن هذه الميليشيات تقوم بهذا الدور، وهناك أطراف دولية تغض الطرف عن هذه الميليشيات وتعطيها الضوء الأخضر. وإلا الجميع يعلم بلا استثناء، سواء شعبنا سواء أشقاءنا في الدول العربية أو الدول مجلس الأمن والأمم المتحدة، يعرفون أن هناك هذه الميليشيات قامت بانتهاكات، سواء انقلبت على رئيس شرعي نعم وصادرت نعم مؤسسات الدولة ومقدرات البلد، أو أنها المعرفة شيء دكتور عبد الرقيب. نعم كم دكتور عبد الرقيب، المعرفة شيء، وأن توثق وترفع تقارير موثقة من الميدان شيء آخر، ربما تتعامل مع هذه المنظمات. هناك كثير من المنظمات، هناك توثيق كبير موجود ويقومون بهذا الدور، وهناك أيضا منظمات تطرح لهم هذه، سواء من قبل الحكومة أو من قبل الحقوقيين، ويعدون باتخاذ إجراءات، ولكن لم نرى شيئا غير الإدانة والاستنكار. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرقيب الحيدري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة. ومشاهدينا الكرام، لا يبقى لنا في جزءنا الأخير إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات. عمرو خالد يعلق بالقول: سبب صعوبة وصول المساعدات للمحتاجين هو تحكم ميليشيا الحوثي بالطرقات وحجز كل المساعدات والاستيلاء عليها وتوزيعها لأنصارهم. عمرو خالد. رأي آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ سليمان محمد، يعلق بالقول: مما لا شك فيه أن السبب معروف، هو استيلاء الحوثيين على المساعدات وبيعها في السوق السوداء، وإن دخلت لا تدخل إلا تحت إشرافهم وتوزيعها على حسب موافقتهم. الأخ سليمان محمد. أيضا رأي الأخ محمد الصالحي، يعلق: تفرض الميليشيا حصارا شاملا على المناطق التي تقبع تحت سيطرتها وتمنع وصول المساعدات الإغاثية وتقوم بتوزيعها يا إما لمن لا يحتاجون أو لأنصارهم في الجبهات. ونختم بهذا الرأي من الأخ محمد الصالحي، معين الصالحي، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. في الختام أشكر ضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب من الرياض الدكتور عبد الرقيب الحيدري، الأخ أيضا طارق سرور من الرياض ناشط سياسي، وكذلك الأستاذة حياة الدبحاني عضو ائتلاف الإغاثة في تعز. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.